بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ازيكم يا سنة خمسة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض لسن 4 في يونت 2 من كتاب بيت باي بيت. هنشرح الدرس الرابع في الوحدة الثانية من كتاب بيت باي بيت. وقبل ما نبدأ ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكوا كل جديد. ولو عايزين اي حاجة حبايبي اكتبوا لي في كومنت. ونبدأ على طول بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا النهاردة بيشرح فونكس. فونكس يعني صوتيات. هنتكلم النهاردة على الصوتيات الموجودة في الدرس. أول حاجة هنقرأ مجموعة الكلمات اللي فوق. بقولي أفعال وأسماء تأتي مع، عندنا verbs and nouns، يعني أفعال تأتي مع أسماء. وزي ما قلت قبل كده يا حبيبي، لازم نعرف كل فعل إيه الاسم اللي بيجي معاه، ولازم نعرف كل اسم إيه الفعل اللي بيجي معاه، علشان في الامتحان ممكن يختبرني في الفعل، يعني بيجيب لي الاسم وأنا أختار الفعل، ممكن يجيب لي الفعل وأنا أختار الاسم. يبقى لازم أبقى عارفة كل فعل ايه الاسم اللي بيجي معاه. ريبيت افتر مي. ينظف القطه بالفرشاه. برش ذا كات. برش ذا كات. برش بي ار يو اس اتش. عندنا الاس اتش هنا بننطقهم شا، بنقول برش. برش ذا كات. وحرف السي في كلمه كات بينطق كي. برش ذا كات. ينظف القطه بالفرشاه. برش ذا كات. تتصل بوالدتها. كول هير ماذر. call her mother. عندنا call حرف السي بينطق كي، وحرف الايه بننطقه زي الاو، بنقول call. call. call her mother. call her mother. وبنقسم الكلمة بنفس الطريقة كده يا حبايبي. call c a l l. her h e r. mother m o t h e r. تقسيم الكلمة عليه عامل كبير جدا في حفظها، نطق وسبيلنج. بعد كده يقطع جذوع الشجر. chop the logs. chop the logs. chop the logs. عندنا chop السي اتش بننطقهم في الصوتيات تشي تشي، بنقول chop يعني ته وشين مع بعض. chop. chop. chop the logs. chop c h o b. the t h e. logs l o g s. بعد كده تغسل الفستان. wash the dress. wash the dress. wash w a s h. the t-h-e. dress d-r-e-s-s. عندنا في الفعل wash حرف w بينطق واو، والاس اتش طبعا بننطقهم شا، وعندنا حرف الاي بننطقه زي الاو، بنقول wash. wash the dress. بعد كده يلعب شطرنج. play chess. play chess. play chess. play P-L-A-Y. chess C-H-E-S-S. برضو عندنا C-H في الفونكس في الصوتيات بننطقهم تشي. بعد كده يخبز فطيرة. bake a pie. bake a pie. bake a pie. bake P-A-K-E. a pie A-P-I-E. بعد كده يقبل الضفدع. kiss the frog. kiss the frog. kiss K-I-S-S. the T-H-E. frog f r o g. يطعم الكلاب. feed the dogs. feed the dogs. feed f e e d. the t h e. dogs d o g s. بعد كده عندنا جرامر، يعني القاعدة اللي هنشرحها. طبعا احنا قلنا ان في زمن الماضي البسيط عندنا نوعين من الافعال، افعال منتظمة وافعال غير منتظمة. واتكلمنا عن الافعال المنتظمة، قلنا هي افعال يضاف لها دي او اي دي او اي اي دي عند تحويلها لماضي بسيط. طيب احنا النهاردة هنتكلم عن الافعال اللي بنضيف لها اي دي. هي افعال منتظمة بس بنضيف لها اي دي. بقولي طبعا ان الافعال اللي بنضيف لها اي دي بتنقسم لقسمين. الافعال المنتظمة اللي بنضيف لها اي دي بتنقسم لقسمين. في قسم يا حبايبي لازم ننطق فيه الاي دي زي التي. في قسم من الافعال اللي بتنتهي باي دي عند تحويلها لماضي بننطق في الافعال دي حبايبي الاي دي زي التي بالظبط. وفي قسم تاني بننطق فيهم الاي دي زي حرف الدي. في الاول هنتكلم عن الافعال اللي بننطق فيهم الاي دي زي حرف التي. هي الافعال المنتهيه ب اس اتش C H C E F K K E B S S G H X. أي فعل بينتهي بأي حرف من الحروف دول يا حبايبي يبقى في الحالة ديت لازم ننطق الـ E دي زي T. أي فعل بينتهي بأي حرف من الحروف دي يا حبايبي يبقى في الحالة ديت هننطق الفعل ده
هننطق الاي دي في الفعل ده زي حرف التي، زي مجموعه الافعال هنقولها دلوقتي. اول حاجه هنقول مجموعه الافعال اللي بننطق فيهم الاي دي زي التي. repeat after me: يخبز bake baked، bake baked، bake baked، يمشي walk walked، walk walked، walk walked، يقبل kiss kissed، kiss kissed، يرقص dance danced، dance danced، يسأل ask asked، ask asked، يغسل wash washed، wash washed، ينظر look looked، look looked، يقطع chop chopped، chop chopped، chop chopped، يطهو cook cooked، cook cooked، cook cooked، يضحك laugh laughed، laugh laughed، laugh laughed، يتكلم talk talked، talk talked، ينظف بالفرشاة brush brushed، brush brushed، يشاهد watch watched، watch watched، يقفز jump jumped، jump jumped، تاني يخبز bake baked، يمشي walk walked، يقبل kiss kissed، يرقص dance danced، يسأل ask asked، يغسل wash washed، ينظر look looked، يقطع chop chopped، يطهو cook cooked، يضحك laugh laughed، يتكلم talk talked، ينظف بالفرشاة brush brushed، يشاهد watch watched، يقفز jump jumped، jump jumped. تاني مجموعة من الأفعال برضو أفعال منتهية بإي دي، بس بننطق الإي دي زي حرف الدي. repeat after me: يتصل call called، call called، يجر أو يسحب pull pulled، pull pulled، ينظف clean cleaned، clean cleaned، يستمع listen listened، listen listened، يتسلق climb climbed، climb climbed، يروي أو يسكي water watered، water watered، يلعب play played، play played، يذاكر study studied، study studied، يستخدم use used، use used، يحمل carry carried، carry carried. يبقى هنا يا حبايبي نطقنا الاي دي زي الدي. يبقى كده الافعال اللي بتنتهي بالاي دي عند تحويلها الى ماضي بسيط بنقسم لقسمين: قسم بننطق فيهم الاي دي زي حرف التي، والقسم الثاني بننطق فيهم الاي دي زي حرف الدي. اللي بننطق فيهم الاي دي زي حرف التي الافعال المنتهيه باي حرف من الحروف دول يا حبايبي، لكن القسم الثاني اللي بننطق فيهم الاي دي زي حرف الدي هي الافعال التي تنتهي ب بي او جي او ام او ان او ال ال او ار او في او زد او اس او واي، اي حرف من الحروف دول. يبقى لو الفعل انتهى باي حرف من الحروف دول يا حبايبي بننطق فيهم الاي دي زي حرف الدي. وبكده يا حبايبي نكون انتهينا.